أنتي ليش أخذتي جائزة وتكرمتي في مصر وما تكرمتي ببلدك العراق؟ ما أريد أجاوبك. ليش؟ الجوائز بالعراق أصبحت خطرة وبفلوس. فلوس. أنتي متأكدة من كلامك؟ ليش متأكدة؟ أكو أشياء تصير على الواقع ما نقدر نحكيها. ذاك من ذاك نادرا أكو مهرجان يدز عليك وينطيك جائزة لعمل أنت مسويته. أنا من أروح أخذ الجائزة غير أكو شيء مسويته، أكو سيفي عندي. صح. نجيب محفوظ من الجائزة نوبل على شنو؟ على الكتب والروايات والدنيا يستحقها. أنا أروح أنا من يعطيني إياها؟ على مسلسل حيرة اللي الناس تقوم وتقعد تقول لي هو أنت إيش مشتغلة؟ هو أنت إيش؟ قلت لها يما تعاي أوقف على الكاميرا بالكاميرا وإحنا اللي اشتغلنا 14 ساعة باليوم أو 7 ساعات باليوم وقولي إيش مسوي. هي بس قاعدة الصبح هي إنجاز. طبعاً إنجاز. فأتاحت الفرصة إلي عن طريق صحفي معروف جمال عبد الناصر، طرح اسمي، قال إذا كرموش تجين مصر كذا مهرجان هو مكرم العراقيين. قلت إذا يدسوا لي دعوة رسمية أروح. وألف واحد طلع عيبه بهذا المهرجان. ليش؟ شنو السبب؟ السبب لأنه أهلي. يعني مو جماعة النقابة مو نقابة. فهمت. إحنا عندنا أهليات. نعم. إيه. قلت له خلاص جمال أنا جاية أخذت الجائزة بس أنا ما فرحانة بها. ليش؟ أنا ما أريدها بغير بلد. ترديها من بلدك؟ أنا أريدها من بلدي. لأن أنا أشتغل عند بلدي، أنا عراقية، أنا مو مصرية.